إثبات إنه الأرض مش مسطحة في 60 ثانية. لو كنت عايش في القطب الشمالي وجبت كاميرا وصورت السماء، هتلاحظ إنه النجوم كلها بتتحرك وبتلف عكس اتجاه عقارب الساعة حوالين نجم واحد ثابت اللي إحنا بنسميه النجم الشمالي. لكن لو أنت ساكن في نص العالم، هتلاحظ إنه كتير من النجوم اللي فاتت اختفت، وإنه حركة النجوم صارت موحدة من الشرق للغرب. ولو كنت عايش في جنوب العالم، هتشوف نجوم جديدة تماماً وبتلف تاني، لكن هاي المرة مع عقارب الساعة وحوالين نقطة ثابتة مختلفة. ليش كل هذا الكلام بيحصل؟ ببساطة لأنه الأرض كروية. أنت وكرة الأرض اللي واقف عليها قاعدين بتلفوا، لكن أنت والأرض شايفين حالكم ثابتين، فاللي حيلف بالنسبه لكم هو السماء. وطبعا اتجاه اللف حيختلف بناء على وين انت عايش على كوكب الارض، لانه اللي ساكن في الشمال هو حرفيا واقف عكس اللي ساكن في الجنوب، لكن الجاذبيه اللي مخليهم ما يحسوش. لكن لو كانت الارض مسطحه، هاي الظواهر مستحيل تصير، لانه اللي ساكن في الشمال والجنوب والنص عايشين على نفس السماء وبيقدروا يشوفوها كلها، وما فيش حاجه ممكن تفسر اختلاف اتجاه الدوران من مكان لاخر. لطيف، لو انت رحت ثبت الكاميرا على النجوم وخليت كل شيء حواليهم يتحرك، هتلاحظ المنظر الرهيب اللي انتم قاعدين بتشوفوه، اللي بيثبت لك بشكل قاطع انه الارض كرويه.